يسر فريق أحباء البابا كيرلس السادس أن يقدم لكم الجزء الثاني من سلسلة معجزات البابا كيرلس الممثلة. حبيبي الطلبة، دكتورة أمل؟ أيوة هي دي. الحقين يا دكتورة، أنا قلقان جوا على الواد،
الواد وش احمر زي القطايا، ولا بياكل ولا بيشرب، وعمي عيط ليل ونهار لما منظر بقى عامل زي القرش المصدي. ما تقلقش عليه، بإذن الله خلال يومين هيتحسن ويبقى زي الفل، بس أهم حاجة ياخد العلاج في المواعيد مظبوط ويرتاح وياخد سوائل دافية كتير. الله يطمنك يا دكتور، داني ما حلتيش غير الطم، بإذن الله هيبقى زي الفل. متشكرين متشكرين جوا يا دكتور. سلام، أنا باجي أروح علشان أدي الواد الدواء. خلاص، المخزن بقى زي الفل وكل صنف من الأدوية في مكانه، بس بصراحة أنا تعبت قوي. ربنا يخليكي ليا يا سناء، أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه، ده اليوم اللي بتغيبي فيه بحس إن في حاجة نقصان. الله يخليكي يا دكتورة، بس كويس إنك فكرتيني، أنا مش جاي يوم الجمعة الجاية بإذن الله. ليه؟ خير؟ أصل إحنا طالعين رحلة لأديرة وادي النطرون ودير مريمينا تبع الكنيسة، ما تيجي معانا يا دكتورة؟ لا للأسف مش هينفع، بس انتي صليلي هناك وهبقى اديكي ورقة تحطيها عند البابا كرولوس. ان شاء الله، بس بافتكري تدهالي. لو سمحتي عايز الدواء ده. وريني بس ده تركيب. طب ثانية، دكتورة امل، دكتورة امل يا دكتورة. ها؟ ايوة يا سناء. ايه دكتورة روحتي فين؟ في زبون عايز الدواء ده. وريني، قولي له يعدي كمان ساعة علشان ياخده. خلاص الدكتورة هتركب لك الدواء، بس يا ريت تعدي كمان ساعة لما الدكتورة تحضره وهتلاقيه جاهز بإذن الله. طب ممكن لو سمحت أعرف الحساب كام؟ لما تيجي ما تقلقش، مش كتير. شكرا. فيه يا دكتور، سرحانة في إيه؟ أه أنا بقى يا ستي سرحانة في كلمة دكتورة دي. يا سلام، ما أنا طول عمري بقولها لك، إيه اللي حصل يعني؟ أنا سرحانة فأول مرة سمعت فيها الكلمة دي. بصي أنا هحكي لك، وانا في الثانوية العامة كانت ظروفي صعبة جدا، وكان عندي مشاكل كتير جدا في البيت، ولما تعبت قلت لجدي عايزين نروح للبابا كرولوس علشان يصلي لي، وهناك كان قاعد في صالون كبير كان فيه ناس دعم كتير وصف طويل علشان يسلموا عليه. ووقفنا في الصف، ولما وصلنا لقرب البابا، اهلا اهلا يا بتاع في مليون. صلي لي يا سيدنا. وانت واقفه بعيد كده ليه؟ تعالي، انت تضربي لي مطانيه؟ طب خلي شويه لبكره يا دكتوره. صلي لي يا سيدنا علشان اجيب مجموع كبير في الثانويه العامه. تعالي يلا يلا روحي يا دكتوره. وساعتها عارف البابا ان جدي من سنديون من غير ما حد يقول، وقال لي يا دكتور، وكأنه كان عارف ان انا هدخل كلية الصيدلة، ودي كانت اول مرة اسمع فيها كلمة يا دكتور حتى قبل ما ادخل امتحان الثانوية العامة. يا سلام، كل يوم بيعدي بيزيد في حبي للبابا كيرلس، وكل لما بسمع الحكايات والعجائب دي بحس اني اقدر اكون انسانة كويسة واقرب اكتر من ربنا، زي ما كان كل القديسين دول عايشين في العالم زينا، لكن هم انتصروا عليه واشتروا الابدية والعشرة مع المسيح. يا دكتورة أمل، أنا جيت من شوية خدت الدواء ده ونسيت أقول لحضرتك، يعني أني إيه؟ ما بعرفش أقرأ وما عرفش إزاي أدي الواد الدواء ده. تديله منه قبل ما ينام. أشربه له كله يعني؟ لا طبعا، تملى معلقة صغيرة وتدهاله، وده قرص الصبح والظهر وبالليل. وده؟ ده بعد الغدا ياكل كويس وياخد قرصه. شفاعتك يا بابا فرحة، كل أولادك دايما نجحة، زي شجرة كبيرة وطرحة، زي شجرة كبيرة وطرحة، مهما كان ظروفهم صعبة، مهما كان ظروفهم صعبة. Yeah.
يا أمجد يلا يا حبيبي لحسن تتأخر على الامتحان. خلاص اهو يا بابا أنا نازل. ربنا معاك يا ابني بإذن الله هتحل كويس. أيوة أنا عايزك تصلي لي يا بابا النهاردة طول النهار لحسن المادة دي صعبة قوي وأنا خايف جدا. طب بقولك إيه استنى ثانية واحدة ما تنزلش. يا رب خليك معايا النهاردة أنت عارف إن المادة دي صعبة قوي. خد يا ابني الصورة دي خليها معاك وبإذن الله هتحل كويس. دي صورة البابا كرولوس دي أحسن هدية قبل الامتحان. سلام بقى يا بابا عشان هتأخر. سلام يا حبيبي وربنا معاك. انت جيت يا امجد؟ ايوه يا بابا جيت. مالك يا ابني في ايه؟ انا لخبطت النهارده في الامتحان قوي. يعني ايه ما حلتش خالص؟ لا حليت بس اجوبه مختصره كده. طب معلش يا ابني قوم يلا كلك لقمه واستريح شويه عشان تلحق تذاكر الماده اللي جايه. المهم اللي جايه يا امجد. اللي مزعلني يا بابا اني اول مره اخد صوره البابا كرولوس معايا ويحصل كده. بقى كده يا بابا كرولوس تكسفني. اول مره اتشفع بيك واخد صورتك وياي ويحصل كده برضو. امجد يا امجد سرحان في ايه يا ابني؟ ها ابدا يا بابا. باذن الله ربنا مش هيكسفك بس انت ما تفكرش في اللي فات. احنا قلنا نفكر في اللي جاي اهم. انت عارف يا بابا ان السنه دي بكالوريوس والتقدير فيها مهم جدا. ربنا يستر يا ابني ربنا يستر. حاضر حاضر حاضر. ازيك يا عمو عامل ايه؟ امال امجد فين؟ الله يسلمك يا اشرف. عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله يا عمو. امال فين امجد؟ عماله صحيه يا ابني من الصبح عشان يروح يشوف النتيجه بتاعته بس مش عايز يقوم. كويس ان انت جيت عشان تاخده معاك. مين يا بابا؟ ايه يا ابني انت نايم لحد دلوقتي ولا ايه؟ اهلا. ازيك يا اشرف عامل ايه؟ الف مبروك يا عم انت نجحت. نجحت؟ مش معقول. طب وماده المحاصيل؟ ده انت جايب فيها احسن تقدير في المواد كلها. الحمد لله اشكرك يا رب. بس انا ما كملتش صفحتين على بعض. ما هو الدكتور عايز كده ما بيحبش كلام كتير وكل اللي حل اجابات مختصره اداله تقدير كويس. الحمد لله الحمد لله يا ربي. مبروك يا امجد مش قلت لك ربنا مش هيكسفك ابدا؟ الحمد لله يا بابا الحمد لله. ايوه بس انت لازم تروح للبابا كرولوس الدير او الطحونه تعتذر له عشان انت كنت زعلان منه. مع اني متأكد ان البابا كرولوس حبيب الطلبة عمره ما بيزعل حد من ولاده وخصوصا اذا كان عمل اللي عليه. كل الطلبة بيعرفوا اسمك دايما شايلين في الجيب صورتك. كل الطلبة بيعرفوا اسمك دايما شايلين في الجيب صورتك. يا بابا كيرلس دي بركتك نعمة كبيرة بتشهد عنك. يا بابا كيرلس دي بركتك نعمة كبيرة بتشهد عنك. أنا جاية النهاردة عشان أحكي لكم عن حكاية حصلت معايا من 3 سنين تقريبا. ساعتها كان عندي امتحان انجليزي وكنت خايفة جدا ويوم الامتحان في اللجنة. يا ريت النهاردة كل واحد يركز كويس وهو بيجاوب على الأسئلة. ما تفرحوش ان الامتحان فيه اختيارات وصح وغلط كتير وتجاوبوا بسرعة وتخرجوا. كل واحد يركز كويس في السؤال قبل ما يجاوب. وبعدين بنتكلم ليه؟ مش هوزع الورق الا لما كله يسكت. طب يلا بسرعة شوية عشان الوقت. مالك يا بنتي في ايه؟ مش عارفة اجاوب ولا سؤال الاسئلة صعبة قوي. طيب معلش حاولي تركزي وتحلي على قد ما تقدري علشان الوقت بيمر. طب ممكن كوباية مية لو سمحت؟ حاضر ثانية واحدة بس انت اهدي كده وربنا هيسهل بإذن الله. اعمل ايه يا ربي دلوقتي؟ انت عارف اني ما قصرتش لكن الامتحان صعب قوي مش عارفه اجابه ولا سؤال. يا ربي يسوع يا ربي انت قلت قوتي في الضعف تكمل وانت عارف اني عملت اللي عليا
يا رب انا عارفه ان انت مش هتسيبني، بس اديني الحكمه واديني البدايه. يا بابا كرولوس شفاعتك معايا، انا عارفه ان انت مش هتسيبني. اتفضلي يا ست. الله، ما انت ربنا كرمك اهو ابتديتي تجاوبي، بس بسرعه بقى عشان الوقت ما يسرقكيش. شكرا. ايه ده، انت بتغشي؟ لا صدقني. امال ايه الورقه اللي في ايدي دي؟ دي صوره البابا كرولوس. صوره مين؟ صوره البابا كرولوس. وريني كده. معلش انا اسف، بس يا ريت برضو تخليها في جيبك. صعب يعني. ايه يا مجدي، ايه اللي حصل في اللجنة؟ مش عارفة يا نرمين، انتي عارفة انا كنت خايفة من الانجليزي ده بالذات، وديكي شايفة الامتحان جه صعب ازاي. اول لما شفت الورقة ما قدرتش امسك نفسي. المهم يعني مش حليتي كويس؟ صدقيني يا نرمين مش عارفة، انا ما حليتش حاجة خالص. ازاي؟ انا شايفاكي بتكتبي. كل اللي انا عملته اني نقلت الاسئلة في ورقة الاجابة، وحليت الاختياري والصح والغلط كده بالشبه. بس صدقيني انا كنت مذاكره كويس، بس مش عارفه ايه اللي حصل. ربنا يستر يا ماده. بس انتي اللي حصل النهارده، وركزي في الماده اللي جايه. وفعلا نجحت في الانجليزي وجبت جيد كمان، بس انا كنت حاسه اني هنجح لاني ذاكرت وعملت اللي عليا، بس مش عارفه ايه اللي حصل في اللجنه. وكمان عشان كنت حاسه ان البابا كرولوس واقف جنبي في اللجنه وبيمسك ايدي ويعلم على الاجابه الصح. وبعدها طبعا رحت زرت البابا زي العادة وشكرته على شفاعته الغالية. يا ما ناديتك في امتحاناتي، في اختباراتي وفي إجاباتي، كنت بابا جه، بابا جه، ايه بابا جه، جبتنا فاكهة معاك. ايه يا بابا؟ فاكهة؟ وسع يا اخي كده، انا جاي تعبان من الشغل والحر وزحمة المواصلات ومش قادر. يا بابا انا جعان قوي. انت على طول كده همك على بطنك؟ ما انت بتاكل اهو، انت بتزهقش من الاكل يا ابني. وبعدين بقى وبعدين، يعني مش عارف اذاكر. فيه ايه يا هانم انت كمان؟ مش عارفه اذاكر يا بابا، والامتحانات قربت. يعني فالحه قوي يا اختي، طول السنه الواحد مكتوم لا عارف يفتح تلفزيون ولا يتكلم براحته. لما نشوف اخرتها ايه معاكي بعد العذاب ده كله. ايه في ايه يا ابو ساره، ايه الحكايه؟ تعالي تعالي شوفي بنتك. الواحد كل ما يتكلم كلمه تقول الصوت الصوت، مش عارفه اذاكر، كانها مقعدانا قعده ادب. ما هي عندها حق برضو، الامتحانات قربت. خليك انت كده، اقعدي حاملها لما نشوف ايه اخرتها. حاضر حاضر يا ست سارة، هنخرس خالص، بس يكون في معلومك لو شلتي اي مادة او ما جبتيش التقديرات اللي انا عايزها السنة دي مش هيحصل لك كويس، فاهمة؟ رايح فين يا بابا؟ مش هتتغدى؟ مش واكل، كل انت يا اخويا، بس ياكش تشبع. معلش يا بنتي، انت عارفة انه قلبه طيب، بس هو راجع من الشغل تعبان. انا خايفة قوي السنة دي يا ماما. ما تخافيش يا سارة، بس انت اعملي اللي عليكي، وبإذن الله
ربنا مش هيضيع تعبي. يوه الأكل اتحرق. يا رب استرها معايا، انت عارف ان انا بعمل اللي عليا وزيادة. يا بابا كرولوس، يا حبيب الطلبة، محتاجة شفاعتك وصلاتك معايا يا شفيعي. يا رب يسوع، بشفاعة البابا كرولوس زود فهمي وخليك معايا. ها عملت ايه النهاردة يا بنتي في الامتحان؟ الحمد لله. شفتي مش قلتلك ربنا مش هينساكي، اصل البابا كرولوس مش هيرضى ان هو يزعلي. امال في ايه؟ مالي؟ مفيش يا ماما. طب يلا يلا عشان تغيري هدومك وتاكلي لقم. لا ماليش نفس، انا هنام. وايه بقى اللي سدد نفسي؟ اصلا انا لخبطت النهارده في الامتحان. لخبطتي؟ يعني ايه؟ ما حليتيش على قد درجات النجاح حتى؟ مش عارفه بقى، واعملي حسابك انا محتاجه 20 جنيه علشان اجيب ملازم مهمه. مش عارفه بقى، ربنا يستر. الفلوس هديها لك بعد بكره علشان يكون ابوكي قبض. يعني ايه بعد بكره؟ هي المذاكره هتستنى للاب؟ وانا اعمل لك ايه يعني؟ هي كل حاجه على دماغي، ومالك عماله تتزهقي عليا كده ليه؟ حرام عليكوا بقى، هلاقيها منين ولا منين انا يعني؟ خدي اتفضلي الفلوس اهي، دي من مصروف البيت. ها واعملي حسابك بقى، ابوكي مستحلف لك السنه دي، وانا ما قصرتش معاكي من اول يوم لاخر يوم. ماما ماما إيه؟ تاخدي حته؟ كل انت بس وانت ساكت، انا مش ناقصاك. مالك يا ماما؟ ابوك راح يشوف نتيجه ساره وتاخر قوي، وانا قلقانه ومش عارفه اعمل ايه. ساره تاخدي حته؟ سيبني دلوقتي بدل ما اقوملك. ياه ده انتوا تسدوا النفس. بابا جه بابا جه، جبت لنا ايه معاك يا بابا؟ يا ابني وسع، انت ما وراكش الا الاكل ليل ونهار. يا ابني ارحمني بقى، ارحموني بقى. ايه رايح فين يا ابو ساره؟ رايح اتخمد. طب والنتيجه؟ نتيجه ايه يا هانم؟ خلي بنتك تروح بكره تشوف نتيجتها بنفسيها. نعم وانت ما روحتش ولا ايه؟ يوه لا بقولك ايه، انا عندي الضغط، وانت عارف لو ما طمنتنيش انا هقع من طولي. ما تقول يا بابا. قول يا بابا، وليك عين. مش عارفه العك اللي انت عكاه، سقطت يا هانم، سقطت في الفيزياء. ايه انت شفت الاسم والنتيجه كويس؟ يعني نعمه بعد الشر. طول السنه مصاريف وتعب، وفي الاخر مخليه رقبتي قد السمسمه. ما تعيطيش احسن، همد ايدي عليكي زي العيال الصغيره. طيب يا ساره، انا هوريكي كل اللي شفته طول السنه، هطلعه على دماغك. حرام عليكوا بقى، سيبوني في حالي. حرام عليكوا بقى. طيب تعالي بقى. خلاص بقى يا ابو ساره، تعالى انت بس، تعالى وهدي اعصابك كده وكل حاجه هتتصلح. مفيش حاجه هتتصلح، ربنا عايز كده، هنعمل ايه يعني؟ انا داخل اتخمد. وانت يا بنتي قومي يلا اغسلي وشك، هنعمل ايه يعني؟ يلا جهزي نفسك عشان تروحي بكره الكليه، تشوفي هتاخدي درس ولا هتعملي ايه. شايفه يا ماما؟ شايفه بابا بيعمل ايه؟ ده كانه فرحان فيا. فرحان فيكي ازاي بس يا ساره؟ ده نفسه يشوفك احسن واحده في الدنيا. وبعدين هو ليه حق يزعل برضو؟ انا داخله اشوفه وهديه لحسن يحصل له حاجه. ما تزعليش يا ساره، شوفي كتاب المعجزات بتاع البابا كرولوس مفتوح على صفحه فيها ايه. ما تخافيش هتنجحي. هنجح ازاي بس؟ النتيجه طلعت وخلاص. روح العب انت، انا بقيت كويسه كده برضو. يا رب كده يا بابا كرولوس، عجبك البهدله اللي بنتك فيها دي؟ ده انا كنت بتشفع بيك قبل كل امتحان، تسيبني كده برضو؟ مالك قاعده كده ليه يا سارة؟ ده شلت الفيزياء نرمين. ازاي؟ ده انت كنت بتذاكري احسن مني. وبعدين ولا يهمك، 90% من الدفعه شايلين فيزياء، ده حتى انا سمعت انهم هيرفعوا النتيجه
عشان الناس كلها بتشتكي. صباح الخير، ازيك يا نرمين؟ ازيك يا سارة؟ ازيك يا ماجد، عامل ايه؟ ازيك يا ماجد، شفتوا الكشوف الجديدة؟ كشوف ايه؟ كشوف النتيجة، ما هم رفعوها عشان نسبة النجاح كانت قليلة جدا. ما هقول؟ الله، دكتور توفيق اهو. يا دكتور، يا دكتور. ايوه يا سارة، انا سمعت ان النتيجة اتحسنت. ايوه يا ست سارة، وزودناكي 5 درجات ونجحتي، الف مبروك. متشكرة قوي يا دكتور. مع اني زعلان منكم قوي عشان ما ذكرتوش كويس، لكن على العموم الف مبروك، وروني بقى شطارتكم السنة الجاية. الحمد لله، اشكرك يا رب، اشكرك يا بابا كرولوس. الو الو. ايوه، مين معايا؟ لك حق تنسى صوتي يا سجمال. مينا، ازيك، عامل ايه؟ ايه الغيبة الطويلة دي يا عم؟ اهو مشاغل، يعني انت اللي بتسأل؟ ما انت عارف يا مينا ان انا مشغول اول يومين دول في توضيب الشقة، الفرح قرب. على العموم يا سيدي، الف مبروك مقدما. بس انا حاسس كده ان انت متغير، صوتك مش عاجبني. الحقيقة انا ما كنتش عايز اضايقك معايا، لكن بصراحة انا مخنوق وما لقيتش حد اتكلم معاه غيرك. مش احنا اصحاب اخوات يا مينا برضو، ولا انت ليك رأي تاني؟ طبعا يا جمال، انت اخوي. احكي لي بقى يا عم، مالك؟ انا النهارده رحت للبابا كرولوس زي العاده، وانا معايا كتاب الماده اللي انا خايف منها. طب دي حاجه تزعل؟ استنى بس، انا بعت الكتاب مع ابونا الراهب للبابا كرولوس عشان يتنيل الصفحات المهمه زي العاده. هاي، وبعدين؟ ابونا جاب لي الكتاب من غير ما يكون فيه ولا صفحه متنيه. طب انت زعلان قوي كده ليه؟ اكيد هسقط في الماده دي. ليه بس بتقول كده؟ قول لي، هي الماده دي كتاب واحد؟ لا، دول 3 كتب. طيب خلاص، اعمل انت اللي عليك وذاكر الكتابين التانيين كويس قوي، وباذن الله ربنا مش هيضيع مجهودك. صلي لي يا جمال. صلوات القديسين تكون معاك. نسيتك اوعى تفكر اني بعيد، انا بدمي الغالي فديتك. بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتكويه ده؟ ايه ده مينا؟ مش معقول، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ انت دخلت ازاي؟ انا ما سمعتش الباب خالص. عماد فتح لي. اخيرا سألت فيا. بقولك ايه، انا عندي مشاوير كتير قوي النهاردة، محتاجك تساعدني. على العموم يا سيدي مبروك، بس قولي انت كمان مبروك. مبروك بس ليه؟ انت هتتجوز انت كمان ولا ايه؟ جواز ايه يا عم، النتيجة طلعت ونجحت. مش معقول، الف الف مبروك. والمادة اللي انت كنت خايف منها؟ مش هتصدق، جبت فيها تقدير. يوم الامتحان حليت السؤالين التانيين، وسبت السؤال التالت اللي في الكتاب اللي انا كنت خايف منه، واتضح ان معظم الدفعة عملت زي، والسؤال اتلغى. علشان كده البابا كرولوس مرضيش يتنيلي ولا صفحة، كأنه عارف ان ده اللي هيحصل من الاول. معقول؟ ليتمجد اسم الرب. مش قلتلك يا مينا، اعمل انت اللي عليك والباقي على ربنا. الحمد لله. فرصة بقى ان انت معايا النهاردة، تعالى ننزل نشتري قميص الفرح مع بعض على ماما هتحضر العشاء. يلا بينا يا عريس. تملي وانا متغرب، كنت تملي مني قريب، بتشجعني وقلبك طيب، بتشجعني وقلبك طيب. سر نجاحي وسط الغربة، سر نجاحي وسط الغربة. وبعدين يا ابو مجدي، ما تدخل تتكلم معاه، يمكن يسمع كلامك. انا كلمته كتير، وكل ما اكلمه يتنرفز عليا. انا حاسه انه مش طبيعي ده، حتى الشويه اللي يقعده مع الكتاب يفضل سرحان، وفجاه الاقيه قام منفوض ونزل جري. انا مش عارف اعمل ايه معاه، ومش عايز اقسى عليه لان عمري ما عملتها معاه، ولاني حاسس ان نفسيته تعبانه. ده مجدي طول عمره شاطر، بس مش عارفه ايه اللي حصل له السنه دي. من اول السنه وانا مش عايز اشد عليه، وانتي اللي حيشاني. استنى استنى، احسن جاي اهو. رايح فين يا مجدي؟
نازلة اتمشى شوية يا بابا عشان زهقت. زهقت؟ زهقت من ايه يا ابني؟ وانت لحقت تقعد عشان تزهق؟ يوه، هو انا عيل صغير؟ شايفة؟ شايفة بيرد عليا ازاي؟ ده عمره ما كان كده. معلش استحمل شوية، اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ هتفضلي تدلعي فيه لغاية امتى؟ لحد ما يكسفنا قدام الناس؟ انا مش عارفة مالي، ده انا حتى كل ما اسأله عن مادتين اللي فاتوا يقول لي معرفش، حليت. اقول له حليت ايه؟ يقول لي مش فاكر. ربنا يسهل، وبعد الامتحانات نشوف حل بإذن الله. كفاية كفاية يا أم مجدي، لميتي علينا جرهان. هو أنا كنت أطول؟ أنا مش مصدقة أن مجدي نجح. الحمد لله، ربنا عالم بالحال. ده أنا ليل ونهار بصلي واطلب شفاعة البابا كرولوس. أنا مش عارف نجح إزاي، ده ما كانش بيذاكر خالص آخر أسبوعين. أدينا اطمننا عليه. بقولك إيه، إحنا لازم ناخده ونروح الكنيسة ونحضر القداس ونخلى أبونا يصليله. أنا حاسة أنه مش طبيعي اليومين دول، ده أنا كذا مرة أدخل عليه ألاقيه بيكلم نفسه. بإذن الله، حضري نفسك يوم الجمعة علشان نروح الكنيسة كلنا مع بعض. أهلا 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 بالحبايب، عاملين إيه؟ الحمد لله يا بون. إحنا كويسين اللي شفناك يا واتسابونا. لولا المسافة الطويلة كنت قلتلكم تيجوا تصلوا القداس معايا كل أسبوع، لكن معلش بقى. هنحاول هنحاول نيجي نشوف قدسك ولو مرة كل شهر. انا عايزك تصلي لمجدي ابني يا ابونا، احسن بقاله شهرين ثلاثة نفسيته تعبانة خالص. وهو فين مجدي؟ اهو اللي واقف هناك ده يا ابونا. تعالى يا مجدي يا ابني، واقف بعيد ليه؟ ده انت ابني الغاليين. تعالى تعالى يا ابني سلم على ابونا عشان يصلي لك. انا مش عايز حد يصلي لي ومش عايز اسلم على حد. يا ابني عيب كده، تعالى. هو بالعافية، وسع كاس بايدي. سيبه سيبه، تعالى هنا. بقولك تعالى هنا. انت عايز مني ايه؟ سيبني سيبني بقولك. روح يا ابني هات صورة حد من القديسين من الهيكل. حاضر يا ابونا. قولوا يا ابني كريلايسون. باسم الصليب باسم الصليب، مالك يا مجدي؟ مالك يا ابني؟ بس اسكت خالص، ايدك جنبك، اوعى تحرك اوعى تحرك الا ما اقولك. بالراحة بالراحة يا قدس ابونا. اه يا ابني اه، ايه اللي جرالك يا ابني؟ الصورة هي قدس ابونا، حطها عليه. الصورة دي لا، الصورة دي لا، انت ورايا ورايا، ابعدوا عني. ليه كده يا ابني؟ ليه كده؟ دي صوت البابا كرولوس حبيبك. ده مش هو اللي بيتكلم، ده عليه روح شرير. يا حبيبي يا ابني، بقول لكم شيلوا الصورة دي من عليا. انت ايه؟ ورايا ورايا؟ يعني انا ما خليتوش يذاكر وبالامتحان اشتته وخليه قاعد مش شاف ورقه الاسئله، وانت تمسك ايده وتحل له الاسئله وينجح؟ كل لما احاول اذيه تحشني. سيبني سيبني في حالي، ابعد الصوره. بسم يسوع المسيح الناصري امرك تسكت. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. الحمد لله يا ابني، شوف وشك نور تاني ازاي. الحمد لله يا امي، انا مش عارف لو البابا كرولوس ما وقفش جنبي كنت هعمل ايه السنه دي. لا مش واقف معاكوا بس، ده مسك ايدك وحللك الاسئله كمان. انا طول عمري بحب البابا كرولوس وبطلب شفاعته وصلواته. الحمد لله، احنا لازم نقوم نصلي ونشكر ربنا انه عدينا من التجربه دي بسلام. مش بس كده، احنا لازم نواظب على الاعتراف والتناول وقراية الكتاب المقدس والصلاة، علشان ربنا يبعد عننا الشرور وما نتحطش في تجربة صعبة زي دي تاني. وكمان لازم نروح الدير علشان نشكر البابا كرولوس على شفاعته الغالية. انتظرونا في الجزء الثالث من سلسلة معجزات البابا كيرولوس الممثلة.